النهاردة هنتكلم إن شاء الله على الروتيتور كاف، هنحاول نغطيها من كل الجوانب، هنحاول نتكلم على الأناتومي، هنحاول نتكلم على الإنجريز، الباثولوجي اللي بيحصل، الإكزامينيشن اللي إحنا المفروض نعمله، الإم آر آي، الراديولوجي بتاعنا، وبعد كده هنتكلم على المانجمنت باستفاضة، سواء الأرتروسكوبيك ريبير أو الميني أوبن ريبير أو التندون ترانسفيرز أو الريفيرس شولدر كسالفج بروسيديرز للروتيتور كف. المحاضرة هتبقى تقيلة لو اتكلمنا في كل الحاجات دي على بعضها، فأنا اقترحت على محمد إن احنا نقسمها على مرتين. المرة الأولانية هناخد الحاجات البيزكس بتاعتنا، وهنخلي المانجمنت للمرة الجاية عشان نقدر نتكلم على البرايمري كف ريبير، وبنتكلم على الفيلد روتيتور كف ريبير ونعمل فيها ايه لما يجي لي عيان بفيلد روتيتور كف ريبير، والعيانين اللي هم اللي من الاول احنا مشخصينهم كايريبيرابل كف نعمل لهم ايه وايه المانجمنت بتاعها. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدا المحاضره بتاعتنا. الكف تيرز هي واحده من الموست كومن كوزز بتاعت الشولدر بين، وهي من اكتر الاسباب بتاعه الديسابيليتي في العيانين لاكتر من 60 سنه. خلينا الاول نتكلم على ايه هي الكف، يعني ايه الكف، ايه اللي هي العضله الدواره او العضله المديره بتاعه الكتف. العضله الدواره بتاعه الكتف هي اربع عضلات، من قدام السبسكابيولاريس، من فوق السوبراسباينيتس، ثم الانفراسباينيتس والتيريس ماينور بعدها. هما أربعة. هنلاقي بعض الكلاسيفيكيشنز اللي احنا هنتكلم عليها في الروتيتور كاف مقسماهم إلى خمسة، بيقسموا السبسكابيولاريس إلى أبر سبسكابيولاريس ولور سبسكابيولاريس. طيب دي الكاف بتاعتنا بالستراكشرز، على عايزين نركز في الصورة دي شوية. دي الكوراكويد بروسس، وده الكوراكو أكروميال ليجامنت، وده الأكروميوم، فده الكوراكو أكروميال أرش اللي بتعدي تحتيه الكاف. هنا في السب اكروميال بيرسا اللي بتعزل الروتيتور من الكوراكو اكروميال ارش. هنا قدام السبسكابيولاريس زي ما اتكلمنا، وهي بوردرنج ومعديه فوق اللونج هيد اوف بايسبس. دي اللونج هيد اوف بايسبس اللي بتبقى انترا ارتيكولر. دي الشورت هيد اوف بايسبس اهي طالعه من الكوراكويد بروسس، فعايزين نبقى متخيلين الحاجات دي عشان احنا هنتكلم النهارده على البايسبس بولي انجريز، ودي حته بايخه شويه فانا حاطط فيها صور كتير علشان احاول نقربها، بس عايزين نتخيل علاقه اللونج هيد اوف بايسبس بالسبسكابيولاريس بالسوبراسباينيتس من فوقيها وبالكوراكو اكروميال ارش. هنا بيطلع من الكوراكوي بوسس الكوراكو هيومر ليجامنت، وده جزء مهم من البولي بتاعه بايسبس لونج هيد اوف بايسبس، فعايزين الصوره دي تبقى في دماغنا الى حد كبير، لان احنا بعد كده هنعتمد عليها في ان احنا هنبني الشرح بتاعنا. الكتف بتحركه 14 عضله، قلناها قبل كده في الريفيرس شولدر، هنكررها تاني النهارده في الروتيتور كف. 8 عضلات بيحركوا جلينو هيومرال جوينت، و6 عضلات السكابيولو ثراسك. نتكلم على بتوع السكابيولو ثراسك، السيريتس انتيريور، الترابيزيوس، البكتوراليس ميجور، والبكتوراليس ماينور، الليفيتور سكابيولي، والرومبويدس ميجور والرومبويدس ماينور. دول الست عضلات اللي على علاقه بالحركه بتاعه السكابيولو ثراسك موشن. في 8 عضلات للجلينو هيومرال جوينت، عشان نسهل على نفسنا الموضوع، الدلتويد والاربع عضلات بتوع الروتيتور كف، بالاضافه للتيرس ميجور، البكتوراليس ميجور، واللاتيسموس دورساي. طبعا التيرس ميجور والبكتوراليس ميجور والتيسموس دورساي، بما ان هم عضلات بتستابلايز الجلينو هيومرال جوينت، ليهم دور مهم جدا جدا هنتكلم عليه المره الجايه ان شاء الله في التندون ترانسفيرز في العيانين اللي عندهم روتيتور كاف تيرز. فاحنا هنلاقي ان احنا كتير قوي بنستخدم اللاتيسموس دورساي، كتير قوي بنستخدم البكتوراليس ميجور والبكتوراليس ماينور والتيرس ميجور في الترانسفيرز بتاعتنا حوالين الكتف عشان نعالج الروتيتور كاف الريبيرابل تيرز. طيب خلونا نتكلم على العضلات كاناتومي. السبسكابيولاريس دي العضله الانتيريور، هي بتطلع من السوبرا سكابيولار فوسا وبتانسرت في الليسر تيوبروستي بتاعت الهيومرس. والليسر تيوبروستي بتاعت الهيومرس دي بيقسموها الفور فاسيتس، النقطه دي مهمه عشان هنتكلم عليها بعد كده.
في الكلاسيفيكيشن بتاعت السبسكابيولاريس تير. طبعا دي انترنال روتيتور، واحده من الانترنال روتيتورز ومن الادكتورز بتاعه الار، مهمتها طبعا انها كمان تسنترلايز الهيومرال هيد على الجلينويد، بتاخد من الابر واللور سبسكابيولار نيرفز، والبلاد سبلاي بتاعها السبسكابيولار ارتري. سوبيريورلي في سوبرا سباينيتس، طالعه من السوبرا سباينيتس فوسا، وبتانسرت في السوبيريور فاسد بتاع الجريتر تيبروستي، مهمتها انها تعمل ابدكشن للار، والنيرف سبلاي بتاعها طبعا طالع من السوبرا سكابيولار نيرف، وبتاخد بلاد سبلاي من السوبرا سكابيولار ارتري. ورا الانفرا سباينيتس، طالعه من الانفرا سباينيتس فوسا، وبتانسرت في الميدل فاسد بتاع الجريتر تيبروستي، مهمتها طبعا هي اكسترنال روتيتور، بتاكسترنال روتيت الارم بتاعنا، واخده برضو من السوبرا سكابيولار نيرف، والبلاد سبلاي من السوبرا سكابيولار والسيركمفليكس سكابيولار فيسلز. واخيرا التيرس ماينور، طالعه من السوبيريور بارت بتاع اللاترال بوردر بتاع السكابيولا، وبتانسرت على الانفيريور فاسد بتاع جريتر تيبروستي، برضو اكسترنال روتيتور مع الانفراسباينيتس، بس دي واخده منين؟ واخده من الاكزيلاري نيرف من سي 5 وسي 6، وبتاخد نفس البلاد سبلاي زي الانفراسباينيتس من السكابيولر والسيركمفليكس سكابيولر ارتريز. دي العضلات. عايزين نحط في دماغنا نقطه مهمه، وهو حاجه اسمها الفوت برينت كونسبت بتاع الروتيتور كاف. كلنا كنا فاكرين زمان ان التندون بتمسك في نقطه على الجريتر تيبروستي، الكلام ده بالدراسات الجديده كلها اثبتوا ان لا، دي سيرفيس اريا اغلبها تقريبا 2 سم في 2 سم، وده غير المفهوم بتاع الريبير بتاع الروتيتور كف، من ان انا جاست ان انا اعمل انكر واحد هبقى انا اتاكدت ان انا ثبتت بيه الروتيتور كف، الى الترانس اوسيس ايكويفالنت ريبير، الى الدبل رو ريبير، الى الترانس اوسيس ريبير. ده غير الكونسبت خالص، ان الكف مش ماسكه في نقطه، الكف ماسكه في سيرفيس اريا. فلو بصينا هنا كده هنلاقي دي الانفراسباينيتس، هي سيرفيس اريا كبيره جدا. دي التيرس ماينور، هنا قدام دي ليسر تيبروستي، دي سبسكابيولاريس، فهي سيرفيس اريا وليس بوينت. ده مهم علشان واحنا بنعمل ريبير لازم ان احنا ننيم التورن تندون ده على الاريا بتاعت الانسيرشن بتاعته كلها، علشان يحصل بروبر هيلينج، مش جاست ان انا ثبتها في نقطه واطلع اجري. زي ما انتم شايفين كده الانسيرشن بتاع الروتيتور كف فيما عدا السبسكابيولاريس هو كله بيتراوح تقريبا من 2.5 سم في 2 سم، لكن اكبرهم طبعا السبسكابيولاريس تقريبا 4 سم في 2 سم على الليسر تيبروستي ادجيسنت للبايسيبيتال جروف. بعد كده السوبرا سباينيتس تقريبا 2 في 15، الانفرا سباينيتس 30 في 20، زيها التيرس ماينور تقريبا 30 في 20. دي صوره برضو توضح، دي الانفرا سباينيتس واخده كل المجال ده يا جماعه، عشان كده البوستر سوبيريور كاف مهمه جدا، مش مجرد السوبرا سباينيتس انها مقطوع، لا ده مهم قوي الانفرا سباينيتس، لان الانفرا سباينيتس فايبرز التندون بتاعها بيمرج مع السوبرا سباينيتس، وبياخد جزء كبير قوي من جريتر تيبروستي بيحتله في الانسيرشن بتاعه. فانت لما بتلاقي الهيومرال هيد كلها اكسبوزد ومكشوفه، لازم تبقى عارف ان غالبا الانفرا سباينيتس جزء كبير منها كمان مقطوع، ولازم لان الانفرا سباينيتس لما بتتقطع بتروح بوستيريورلي وميديالي، فانت لازم هتروح تجيبها من هناك، مش مجرد ان انت هتصلح السوبرا سباينيتس فهتشدها فهتروح مرجعه معاك الانفرا سباينيتس. وكمان نقطه مهمه، ان السوبرا سباينيتس في الدراسات الجديده كلها بتاعه سوجايا والمجموعه اليابانيه من 2009 وهم شغالين على الموضوع ده، لقوا انها مش مجرد بس بتمسك في الليسر تيبروستي، لا في الجريتر تيبروستي سوري، هي بتكمل على الليسر تيبروستي كمان. يبقى اذا هي بتحاوط البايسبس تندون، وهم عشان كده هو جزء من البولي سيستم بتاع البايسبس تندون، داخل فيه السوبرا سباينيتس فايبرز والسبسكابيولاريس فايبرز هما الاثنين، علشان لقوا ان الانسيرشن بتاع السوبرا سباينيتس مش مجرد بس واقف على الجريتر تيبروستي، لا ده بيمتد للليسر تيبروستي
وبيشارك في البولي سيستم بتاع البايسبس او لونج هيد اوف بايسبس. طيب ايه هو الاكشن بتاع الروتيتور كف؟ هي ليها كذا اكشن. اول حاجه انها بتعمل الكف ميكانيكال كابل، زي ما كنا شرحنا في الريفيرس شولدر ان الشولدر فيه تو كابلز وهنشرحهم تاني دلوقتي. فهي بتعمل كابل مع الدلتويد علشان تعمل ابدكشن واليفيشن للارم. تاني حاجه انها بتكاونتر اكت الابورد بول بتاع الدلتويد على الهيومرال هيد، لان احنا قلنا لما الدلتويد بتيجي تعمل ابدكشن هي بتعمل كمان سوبيريور بول على الهيومرال هيد. فهي الروتيتور كف بتكاونتر اكت الابورد بول بتاع الدلتويد على الهيومرال هيد. وعشان كده لما بيحصل روتيتور كف تير او ماسيف تير او روتيتور كف ارتروباسي بيحصل ايه؟ بيحصل الهيومرال هيد بترانسليت سوبيريورلي وتبدا تارتيكوليت مع الاندر سيرفيس بتاع الاكروميون وتعمل لنا استابيلايزيشن اوف ذا اكروم. تمام. ثالث حاجه انها بتكيب الهيومرال هيد سنترد على الجلينويد، وده مهم لانه لو الهيومرال هيد رحلت انتيريورلي او رحلت بوستيريورلي هتبدا تاكل الايدج بتاع الجلينويد وتبدا تعمل جلينويد ديفكتس زي اللي احنا كنا شرحناها في الريفرس شولدر. بالاضافه لكل الكلام ده انها بتعمل ميكانيكال كابل، انها بتانتاجونايز الابورد بول بتاع الدلتويد على الهيومرال هيد، انها بتكيب الهيومرال هيد سنترد على الجينويد، هي كمان بتساعد في الروتيشن بتاع الهيومرال هيد وده مهم في الاليفيشن بتاعه. ده الفورس كابل زي ما شرحناها، ان احنا قلنا في تو كابلز، في فيرتيكال كابل وفي هوريزونتال كابل. الهوريزونتال كابل زي ما لو احنا فاكرين الكلام اللي اتكلمناه في الريفرس كانت سب سكابيولاريس انتيريور والانفراسباينيتس والتيريس ماينور بوستيريور. ده الهوريزونتال كابل. الفيرتيكال كابل هو عباره عن الروتيتور كف والدلتويد، ودول واحده بتبول ابوردز والروتيتور كف بتبول ميديالي وداونوردز. دي برضو كنا شرحناها في الريفرس، زي ما قلنا ان الدلتويد وين ات كونتراكتس بتعمل ابدكشن وبتعمل ابورد بول للهيومرال هيد معاها لفوق. لو مفيش الدراع التانية بتاع الفورس كابل هينتج عن كده ان الهيومرال هيد دي كل شوية هتطلع تخبط في الاكروميون وتنتهي بارثريتك شولدر، وده اللي بيحصل في الروتيتور كافتير. لا، لكن من رحمة ربنا السوبراسباينيتس ومعاها السبسكابيولاريس والتيريس ماينور والانفراسباينيتس كلهم بيشدوا لتحت وميديالي علشان يكيب الهيومرال هيد في مكانها ويمنعوا الابورد ترانسليشن او التحرك العلوي بتاع الهيومرال هيد بالبول بتاع الدلتويد. ده اللاين اوف فورس بتاع الدلتويد اهو معدي لفوق لانها ماسكه في الاكروميوم، وطبعا بيشد مع الهيومرال هيد، وده اللاين اوف بول بتاع الروتيتور كف. الروتيتور كف بتثبت الهيومرال هيد بتخليها سنترد على الجلينويد وفي نفس الوقت بتشدها لتحت علشان تمنع الابورد بول بتاع الدلتويد عليه. اوكي. يبقى عندنا ده الفيرتيكال كابل اللي هو عباره عن الدلتويد والانفراسباينيتس والتيريس ماينور والسبسكابيولاريس والسوبراسباينيتس. الهوريزونتال كابل زي ما قلنا، الهوريزونتال كابل هو عباره عن السبسكابيولاريس. السبسكابيولاريس دي بتبول الهيومرال هيد ميديالي اهو، خليها سنترد على الجلينويد وبتشدها انتيريورلي. طب ما هي لو شدتها انتيريورلي هي ممكن تخلعها او تسبلاكس انتيريورلي. لا، في الاذر ليمب بتاع الفورس كابل اللي هو الانفراسباينيتس من ورا بتبول الهيومرال هيد ميديالي وبوستيريورلي، يبقى دي بتشد لقدام وميديال ودي بتشد لورا وميديال. فالمحصله النهائيه ان الهيومرال هيد هتبقى سنترد على الجلينويد ودي بتشد قدام ودي بتشد ورا معادلين بعض. طول ما الفورس كابل ده ان ايكوليبريم الهيومرال هيد هتفضل في مكانها مظبوط، ودي اهميه الكف انها تسنترلايز الهيومرال هيد على الجلينويد وتمنع البول بتاع الدلتويد على الهيومرال هيد لفوق. وقلنا ان الفورس كابلز دول سواء الفيرتيكال كابل او الهوريزونتال كابل لازم يبقوا بالانسد. بدا يحصل امبالانس، دي المشكله. الامبالانس ده ممكن يبقى مايلد امبالانس او كومبليت امبالانس، والكومبليت امبالانس ده لو حصل ده بيساوي السودو باراليتيك شولدر اللي احنا شرحناه في الريفرس شولدر. تمام. يبقى الفورس كابلز اللي عندنا يا اما هما بالانسد يا اما امبالانسد.
لو هما مايلد امبالانس ده توليربل وممكن يتصلح بالريبير بتاعته، لكن لو حصل كومبليت امبالانس يعني فقدت السبسكابيلاريس قدام او فقدت الانفرا سباينيتس والتيرس ماينور ورا او فقدت السوبرا سباينيتس فوق، كل ده هيؤدي الى هوريزونتال وفيرتيكال امبالانس، وده اللي هيؤدي للسودو باراليتيك شولدر اللي هيحتاج بعد كده انه غالبا يعمل ريفيرس او تندو ترانسفير. كتير قوي بيوصفوا الهيومرال هيد على الجلينويد انها عامله زي كوره الجولف على العصايه الخشب اللي بتبقى محطوطه عليها للناس اللي بتلعب جولف، فطبعا دي كومبليتلي انستابل. لو هي مش حواليها الكبسول بالليجامنتس بالليبرم بالفور كومبوننتس بتوع الروتيتور كف، الكلام ده هيبقى صعب جدا السيطره عليه، ودي من السهل جدا انها تقع بوستيريولي او تقع انتيريولي او تقع انفيريولي او تتحرك سوبيريولي. عشان كده دي من رحمه ربنا الجمال بتاع معجزه الخلق بتاعه الروتيتور كاف واهميتها بالنسبه للكتف. تاني نراجع بسرعه، دي سوبرا سباينيتس، دي الانفرا سباينيتس والتيرس ماينور، وهنا من قدام السبسكابيولارز. طبعا السبسكابيولارز بما انها ماسكه في الجريتر تيوبروستي وقريبه قوي من البايسيبتال جروف، هي ريليتد للانجريز بتاعه اللونج هيد اوف بايسبس، ودي هنشرحها في الكلام بتاعنا بعدين. برضو ناخد المنظر ده كوراكو اكروميال ارش اهو، ودي السب اكروميال بيرسا، دي السوبرا سباينيتس، دي الانفرا سباينيتس، دي التيريس ماينور، ودي السب سكابيولارز. زي ما قلت لكم في بعض الكلاسيفيكيشنز بتاعت الروتيتور كاف بتقسم السبسكابيولاريس الى upper subscapularis ولور subscapularis علشان تبقى قدام الانفراسباينيتس والتيرس ماينور من ورا. يبقى هنا في عضلتين وهنا في عضلتين، رغم ان هما اكشولي هي عضله واحده، بس بما انها عضله واحده قويه وعريضه جدا فبتتقسم الى upper ولور anteriorly، وعشان تبقى متوازنه مع الانفراسباينيتس والتيرس ماينور من ورا. طبعا السبسكابيولاريس ملهاش equivalent، هي اللي مسيطره على الوضع من فوق. الروتيتور كاف ديس اوردرز عشان ما نلخبطش نفسنا بينقسموا لثلاثه ديس اوردرز. اول حاجه الامبنجمنت سندروم، تاني حاجه الروتيتور كاف، ثالث حاجه الكالسيفيك تندينايتس. يبقى احنا عندنا ديس اوردرز بتاعه الروتيتور كاف. لو جالك سؤال دكتوراه، بس طبعا يعني سؤال اسي طويل جدا جدا وبايخ جدا جدا، انه يجي يقول لك ديسكاس روتيتور كاف ديس اوردرز، يبقى انت مضطر انك تتكلم في السؤال ده على الامبنجمنت سندروم، على الروتيتور كاف تيرز، وعلى الكالسيفيك تندنايتس. اوكي، سؤال طويل بس ممكن يجي لنا في امتحان الدكتوراه. اغلبنا اما بيسمع كلمه امبنجمنت هو بتيجي في دماغه السب اكروميال امبنجمنت. للاسف هو الامبنجمنت سندرومز مش سندروم واحد، هم خمسه، مش جاست السب اكروميال امبنجمنت، دول خمسه سندرومز. تعالوا نتكلم عليهم واحده واحده. اول حاجه البرايمري سب اكروميال امبنجمنت سيندروم، وده بينقسم الى انترنسيك امبنجمنت واكسترنسيك امبنجمنت. تاني حاجه السب كوراكويد امبنجمنت او الامبنجمنت بتاع السب سكابيولاريس تحت الكوراكويد بروسيس، ودي بيسموها التاف ليجن اللي هي التنسايل اندر سيرفيس فايبر فيلير. تالت نوع من انواع الامبنجمنت سيندرومز السكندري اكسترنسيك امبنجمنت، هنشرح كل واحده من دول ما تقلقوش. رابع نوع الانترنال جلينويد امبنجمنت او بيسموها البوسترو سوبيريور جلينويد امبنجمنت، واخيرا الانترو سوبيريور جلينويد امبنجمنت. احنا اتلخبطنا صح؟ طيب خلونا ناخدهم مره ثانيه، هم خمسه امبنجمنت سندروم، علشان لو جالك سؤال في الدكتوراه او اتسالت في لجنه الشفوي ايه هم الامبنجمنت سندرومز اللي انت تعرفهم، لو قلت للراجل الممتحن او كتبت في ورقه الاجابه بتاعتك ان انا عندي السب اكروميال امبنجمنت، للاسف انت جاوبت 20% من السؤال بس، انت لسه عندك اربع انواع اخرى. طبعا مش بثقل ومش باهميه الاكبر واحد فيهم اللي هو السب اكروميال امبيدجمنت، لكن ستيل هي هم خمسه سندرومز لازم تبقى عارفهم عشان لو اتسالت شفوي او عشان لو سؤال تحريري. نرجع لهم تاني، في البرايمري سب اكروميال امبيدجمنت وده انترنسيك واكسترنسيك، في السب كوراكويد امبيدجمنت، في زي ما في برايمري امبنجمنت في سكندري امبنجمنت،
وفي بوسترو سوبيريور امبنجمنت او اللي هو الانترنال جلينويد امبنجمنت، وفي الانترو سوبيريور جلينويد امبنجمنت. خلاص خمس انواع هنتكلم عليهم واحد واحد. هنبدا برقم 2 علشان انا مخلي السب اكرونال امبنجمنت في الاخر علشان هو الاقوى وهو الاهم وهو اللي ليه ثقل جامد قوي في الامبنجمنت سيندروم. فالسب كوراكويد امبنجمنت اسبابها ايه؟ ممكن تبقى ايديوباثيك، مجرد اناتوميكال ابنورماليتي، كوراكويد بروسس نازله لتحت لدرجه انها لمست الابر بوردر بتاع الكوراكويد بروسس وبدات يحصل امبنجمنت للكوراكويد بدات تلمس سبسكابيولاريس ماسل او سبسكابيولاريس تندون، وبدا يحصل امبنجمنت للسبسكابيولاريس تندون تحت الكوراكويد بروسس. ممكن تبقى اتروجينيك في عمليات اللاترجي، ساعات لما بنبدا نرحل البون بلوك بتاعتنا ساعات دي بتعمل امبنجمنت على السبسكابيولارز، وبالذات انتوا عارفين لما بنعمل عمليه اللاترجي احنا بنفتح في السبسكابيولارز ماسل وبنحط البون بلوك. ساعات البون بلوك بتاعتك لو ما بتتش كويس او لو كانت مرحله زياده هتعمل امبنجمنت على السبسكابيولارز ماسل. او في العيانين اللي بنعمل لهم بوستيريور جلينويد اوستيوتوميز اللي بنكسر لهم الجلينويد نك من ورا عشان نعدل الفيرجن، ده بيخلي الانتيريور ايدج بتاع الجلينويد يقرب من السبسكابيولاريس فيعمل سب او يحرك الكوراكويد بروسس مش في وضعها فتبدا تعمل امبنجمنت. العيانين اللي بيبقى عندهم فراكتشرز او مال يونيونز للكوراكويد بروسس او للليسر تيوبروستي برضو ممكن يحصل لهم سب كوراكويد امبنجمنت، او السبيس اوكيباينج ليجنز زي الجانجليون والكالسيفيكيشنز. طيب اعرف منين السب كوراكويد امبنجمنت دي هتتشخص ازاي؟ الباثولوجي اللي موجود عندنا هو ديكريز في الكوراكو هيومرال ديستنس. نورمالي الفراغ ده ما بين الكوراكويد وما بين الهيومرز بيبقى 8.6 ملم، لو وصل ل 6.7 ده ستينوزس. السبيس ده بيبقى بيحوي ايه؟ بيحوي الارتيكولار كارتليج بتاع الهيومرال هيد، بيحوي السبسكابيولاريس ماسل، بيحوي السبسكابيولاريس بيرسا والروتاتور انترفال ستراكشرز. يبقى هو السبكوراكويد سبيس بيحوي اربع ستراكشرز، بيحوي الهيومرال هيد ارتيكولار كارتليج، بيحوي السبسكابيولاريس ماسل، بيحوي السبسكابيولاريس بيرسا والروتاتور انترفال ستراكشرز. بالاكزامينيشن العيان ده عنده تندنس على الكوراكويد بروسس، وفي عيانين بيجوا يقولوا لك الحته دي اللي بتوجعني. طب مش الاي سي؟ لا مش الاي سي، مش الاي سي جوينت، ده الكوراكويد بروسس هي اللي بتوجع. والعيان ده لما بتحقن له ليدوكاين على السب كوراكويد اريا بيحصل ريليف كامل للبين، حلها كوراكويدوبلاستي او فيزيوثيرابي، بس مش كتير قوي الناس اللي بتميل للكوراكويدوبلاستي. والمدرسه الفرنسيه في الشولدر بيقولوا ان هم ما بيشوفوهاش او ما بيعملوهاش كتير، وان كان في ريبورت في الليترتشر على عيانين كتير اتعمل لهم كوراكويدوبلاستي. يبقى ده تاني نوع من انواع الامبنجمنت سيندرومز عشان ما انتهوش من بعض. هنيجي لتالت نوع اللي هو السكندري امبنجمنت او الاكسترنسيك امبنجمنت. اوكي؟ عشان نفرقه من البرايمري امبنجمنت اللي هو بتاع السب اكرومال سبيس. هنا العيان ده عنده الكوراكو اكروميال اوتلت السب اكرومال سبيس طبيعي تمام. طب مشكلته ايه؟ مشكلته ان العيان ده عنده جلينو هيومرال انستابيليتي ومعاه سكابيولو ثوراسيك انستابيليتي، ودول اكثر حدوثا في الثروورز، الناس اللي بترمي او الناس اللي بتلعب فولي بول او الناس اللي بتلعب هاند بول في الاوفر هيد اثليتس بمعنى اصح، ودول بيحصل لهم فتيج للروتيتور كاف نتيجه الريبيتيتيف مايكرو تروما ونتيجه الكابسولر ستريتش من الاوضاع اللي بيتحط فيها دراعهم. فبينتج عن كده ان بيحصل انترو سوبيريور ترانسليشن للهيومرال هيد، وده بيعمل ناروينج للكوراكو اكروميال اوتلت، وبالتالي بنلاقي ان الهيومرال هيد بدات هي اللي تتحرك لفوق مش السبيس اللي فوقيها هو اللي دي. تمام؟ يبقى الهيومرال هيد هنا هي اللي بدات تتحرك زي السهم الاحمر ده، هي اللي بدات تتحرك لفوق فبدات تخش على الكوراكو اكروميال سبيس اللي هو بالفعل طبيعي، لكن هو بدا
الهيومرال هيد تحصل لها ترانسليشن لفوق وبدات يحصل امبنجمنت سيندروم. بس امبنجمنت سيندروم ده سكندري امبنجمنت نتيجه اكسترنسك فاكتورز. طيب في الام ار اي بنلاقي العيان ده عنده روتاتور كاف اندر سيرفيس ديجنريشن او بارشال ارتيكولار سيرفيس تيرز باستا ليجن، وكمان الليبروم هنا بيبقى فيه ابنورماليتيز، وفي بعض الناس بيربطوها شويه بالانترنال امبنجمنت. طيب يبقى ده السكندري امبنجمنت او الاكسترنسك امبنجمنت. الكوراكو اكروميال اوتلت هنا نورمال، اللي حصل ان الهيومرال هيد هي اللي بدات ترحل انترو سوبيريورلي وبدات تعمل دايناميك ناروينج للكوراكو اكروميال اوتلت. رابع نوع البوسترو سوبيريور جلينويد امبنجمنت او الانترنال امبنجمنت، وده امبنجمنت بتاع كديفينيشن الاندر سيرفيس بتاع السوبرا سباينيتس، و يعني ضد السوبيريور بوسترو سوبيريور جلينويد ليبروم في الابدكشن اكسترنال روتيشن بوزيشن. بصوا وضع اللعيب دوت بتاع البيسبول، بصوا ايده عامله ازاي، ده الايد اكسترنال روتيتد بعنف لدرجه ان السوبرا سباينيتس او الروتيتور كاف هتبدا تامبنج اجينست البوسترو سوبيريور جلينويد ليبروم ويبدا يحصل تيرز واتروفي. العينين دول برضو عندهم باستا ليجن وعندهم بوسترو سوبيريور ليبرال فرينج وعندهم انتيريور كابسولار لاكستي. بصوا اهي ده في الابدكشن اكسترنال روتيشن بوزيشن، الكف بدات تخش، بدات تتحشر اجينست البوسترو سوبيريور جلينويد ليبرم وبدا يحصل البارشال ارتيكولار سيرفيس تيرز. يبقى انت لما هيجي لك عيان عنده بارشال ارتيكولار سيرفيس تير لازم تحط في دماغك ان احتمال العيان ده اللي يكون قطع له الروتيتور كف بوستيريور امبنجمنت او بوسترو سوبيريور امبنجمنت او انترنال جلينويد امبنجمنت. ان ده مهم لان انت لو ما صلحتش السبب اللي عمل له كده جاست ان انت تريبير الكف معناها انها ممكن ترجع تتقطع مره ثانيه. اهو في الابدكشن اكسترنال روتيشن بوزيشن، بصوا الكف بدات تخش وبدات تتحشر ما بين البوسترو سوبيريور جلينويد ليبرم وما بين الهيومرال هيد. طيب العيانين دول بالاكزامينيشن لما نحط العيان ده في الابدكشن اكسترنال روتيشن بوزيشن ده هيعمل للعيان ده جلينويد بين. هتلاقي العيان بيشاور لك بايده ورا كتفه على الجلينويد نيك او السوبيريور بوستيريور جلينويد ويقول لك الوجع هنا في الحته دي، ده عيان عنده انترنال امبنجمنت. اوكي لما نعمل له بالاكزامينيشن الجوب ريلوكيشن تيست ان احنا نعمل بوستيريورلي دايركتد فورس على الهيومرال هيد، انت كده بتفتح له المجال ما بين الهيومرال هيد وما بين البوستيريور جلينويد ليبرم، فالبنشد روتيتور كاف في الحته دي هتبدا تخرج وده هيعمل ريليف للبين. يبقى ده ازاي نعمل له اكزامينيشن، بالاكزامينيشن ان احنا نحط العيان في الابدكشن اكسترنال روتيشن بوزيشن وده هيقول لك ان هيشاور لك بصباعه على البين ورا على البوسترو سوبيريور جلينويد. لما هتعمل له الجوب ريلوكيشن تيست هتعمل بوستيريور فورس على الابدكتد شولدر في الابدكشن اكسترنال روتيشن بوزيشن، ده هيريليف البين. الام ار اي هيقول لك ان العيان ده عنده باستا ليجن، عنده بوستيريور سوبيريور جلينويد ليبرال فرينج، ممكن تلاقي عنده بارا ليبرال سيست وعنده سيستك تشينجز اهي زي اللي موجوده في صوره الام ار اي دي في الجريتر تيوبروستي نتيجه تكرار الامبنجمنت. لكن الوضع ده بيحصل او بيبان او بتعرف تعمل له اكزامينيشن في الابدكشن اكسترنال روتيشن بوزيشن اللي هو الابر بوزيشن. نيجي لاخر واحد من الامبنجمنت سندرومز او الانترو سوبيريور جلينويد امبنجمنت، ده عباره عن امبنجمنت للبولي بتاعه البايسبس تندون والسبسكابيولاريس اجينست الانترو سوبيريور جلينويد ريم. لما الارم تبقى في الاوضاع الاتيه، يبقى احنا الانترنال امبنجمنت او البوسترو سوبيريور امبنجمنت لازم نبقى في ابدكشن اكسترنال روتيشن. طيب الانترو سوبيريور جلينويد امبنجمنت ده الارم بتبقى
elevated horizontally abducted وinternal rotation. يبقى عشان ما نلخبطش نفسنا، التانية في abduction ده في horizontal abduction، التانية في external rotation ده في internal rotation زائد elevation. اوكي عشان ما نتوهش من بعض. الانترنال امبنجمنت بيبقى السيمبتومز بتبان في ابدكشن اكسترنال روتيشن، هو ده اللي بيخلي الكف تخش اجينست او تمبنج اجينست البوستر سوبيريور جلينويد ليبر. الانترو سوبيريور جلينويد امبنجمنت ده امبنجمنت للبايسبس بولي والسبسكابيولاريس اجينست الانترو سوبيريور جلينويد ليبر في الوضع ده في الحته دي. لما الارم يبقى elevated internally rotated و horizontally abducted زي البوزيشن ده اللي احنا بنقلست فيه البين بالاكزامينيشن. طيب هي ايه الشولدر بولي او البايسبس بولي سيستم؟ البايسبس بولي سيستم دي متكونه من اربع حاجات. براكو، في حاجه يا محمد؟ الكوراكو هيومرال ليجمنت، السوبيريور جلينو هيومرال ليجمنت، السوبرا سباينيتس فايبرز والسبسكابيولاريس فايبرز. ايه اهميه الشولدر بولي سيستم دي؟ انها بتكيب اللونج هيد اوف بايسبس وبتستابيلايز التندون ده في الانترا ارتيكولار بوزيشن، بتبقى عامله زي الكومبريشن او ستابيلايزيشن للهيومرال هيد في البايسيبيتال جروف عشان ما يبقاش لايبل للانترا ارتيكولار ديسلوكيشن. وعشان كده دي لما بتتقطع البايسبس لونج هيد اوف بايسبس بيحصل لها سواء anterior او intra articular و medial subluxation. هنشرح الشولدر بولي سيستم والانجري بتاعه in details. خلاص هي جايه، بس انا هي جت في الحته دي في الانترو سوبيريور جلينويد امبنجمنت فاحنا شرحناها في عجاله، هنرجع لها مره ثانيه. طيب لما بيحصل تير في السبسكابيولارس وبيحصل تير في السوبرا سباينيتس نتيجه الانترو سوبيريور امبنجمنت ده والبولي سيستم بتبقى انجرد، ده بيزود الريسك بتاعنا للانترو سوبيريور مايجريشن والانترو سوبيريور امبنجمنت. خلونا ناخد الالجوريزم ده. لما بيبقى عندنا تورن بولي سواء نتيجه تروما او ديجنريشن بتعمل انستابيليتي لللونج هيد اوف بايسبس، فبتعمل ميديال سبلكسيشن لللونج هيد اوف بايسبس، وكده اللونج هيد اوف بايسبس المفروض انها سبريسور للهيومرال هيد، كده ما بقتش سبريسور للهيومرال هيد بالاضافه لوجود تير في السوبرا سباينيتس والسبسكابيولارس اللي هم اللي ساندين الهيومرال هيد سوبيريورلي وانتيريورلي، فده هيسمح بالانترو سوبيريور امبنجمنت وتبقى فيشوس سيركل بعد كده. كده احنا خلصنا اربعه من الخمسه امبنجمنت سندرومز اللي احنا قلناهم، نكررهم مره ثانيه: السبكوراكويد امبنجمنت، السكندري او الاكسترنسك امبنجمنت، الانترنال او البوسترو سوبيريور امبنجمنت، والانترو سوبيريور امبنجمنت. هنيجي لاهم واحد او اللي احنا كلنا متعارفين عليه ان هو ده الامبنجمنت سندروم، او لما كلنا بنتكلم على الامبنجمنت سندروم يبقى قصدنا على السب اكروميال امبنجمنت، هو السبيس اللي تحت الكوراكو اكروميال ارش. و الكوراكو اكروميال سب اكروميال سبيس ده بيبقى فيه البرسا، في الروتاتور كاف تندونز، وفي البايسبس تندون، ودول بيبقوا انترابد ما بين الهيومرال هيد والكوراكو اكروميال ارش. البرايمري امبنجمنت يا اما زي ما قلنا انترنسك، وده خاص بالستراكشرز اللي بتعدي تحت الكوراكو اكروميال ارش، المشكله انها بتبقى انلارجد او انفليمد، فبالتالي لما الاستراكشرز اللي بتعدي تحت الكوراكو اكروميال ارش اللي هم مين؟ اللي هم البرسا، اللي هم البايسبس تندون، اللي هم الروتيتور كف، دول لما بيبقوا انلارجد في السبيس المحدد بمسافه اللي تحت الكوراكو اكروميال ارش، بالتالي هيحصل اباتمنت اجينست الارش وهيحصل امبنجمنت. طب ايه اللي يخلي الاستراكشرز اللي موجوده تحت الكوراكو اكروميال ارش دي تبقى انفليمد او انلارجد؟ يا اما هيحصل تندينوزس او ثيكننج للروتيتور كف، يا اما هيحصل كالسيفيك ديبوزيتس يعني كالسيفيك تندنايتس للروتيتور كف، او هيحصل برزايتس او انفلاميشن للبرس. يبقى ده الانترنسك كوزس للبرايمري امبنجمنت او السب اكروميال امبنجمنت سندروم. انترنسك ليه؟ لان هو خاص بالستراكشرز اللي بتعدي تحت الكوراكو اكروميال ارش، وده مهم عشان نفرقه من
الاكسترنسك برايمري امبنجمنت سيندروم. الاكسترنسك بقى هنا المشكله مش في الاستراكشرز اللي بتعدي في الكراك واكروميال ارش او تحت الكراك واكروميال ارش، لا ده المشكله في السبيس نفسه، الفراغ اللي تحت الكراك واكروميال ارش اللي هو السب اكروميال سبيس اللي كان افيلبل للروتيتور كاف بقى ضيق. ضيق نتيجه ايه؟ نتيجه اكروميال سبير زي ما قلنا تايب 2 او تايب 3 او تايب 4 اكروميال، او نتيجه الاكروميال فراكتشرز، او نتيجه وجود اوس اكروميال اللي هو ان يونايتد ابوفيسز للاكروميال. ثالث سبب الاكروميو كلافيكولار جوينت اوستيوفايتس اللي بتخش على السب اكروميال سبيس وبتمبنج الكف تحتها، او العيانين اللي كان عندهم جريتر تيوبروستي حصل فيها مال يونيون او نون يونيون او الهيومرال هيد اكزوستوس. يبقى البرايمري امبنجمنت لانترنسيك كوزس خاصه بالستراكشرز اللي بتعدي في الكراكو اكروميال ارش، او اكسترنسيك كوزس خاصه بان السبيس افيلبل للروتيتور كاف از ديمينيشد نتيجه اكروميال سبير، نتيجه اكروميال فراكتشر، نتيجه اوس اكروميال، نتيجه اكروميو كلافيكولار جوينت اوستيوفايتس، نتيجه مال يونيون او اكزوستوس. عشان ما نتوهش من بعض تاني نجمع القصة، احنا بنقول الروتيتور كاف ديس اوردرز لو جات لك في امتحان الدكتوراه انت هتتكلم على ثلاث حاجات، هتتكلم على الامبنجمنت سيندرومز، هتتكلم على الروتيتور كاف تيرز، وهتتكلم على الكالسيفيك تندنايتس. طب هو الموضوع بيبروسيد ازاي؟ الموضوع بيبدا بإديما وهيمرج، بيبدا يحصل بيرسايتس وتندينوزس وامبنجمنت وكالسيفيك ديبوزيتس، ده بيبدا يتحول الى بارشال تيرز، ثم البارشال تيرز تتحول الى فول ثيكنس تيرز، وينتهي الموضوع بروتيتور كاف ارثروبس. يبقى ده السهم بتاع البروجريشن بتاع الروتيتور كاف، اديما وهيمرج، بيرسايتس وتندينوزس وامبنجمنت، ثم بارشال تيرز، ثم فول ثيكنس تيرز، وينتهي الموضوع بروتيتور كاف ارثروباسي لو ما اتعالجتش. تاني علشان نكرر الكلام علشان ما نتوهش من بعض، الروتيتور كاف تيرز يبقى في الحاله دي عندنا الروتيتور كاف تيرز ممكن تبقى تروماتيك او ممكن تبقى نون تروماتيك. التروماتيك دول عاده العيانين اقل من 40 سنه، يا اما نتيجه هاي فيلوسيتي تروما ودي هتعمل بارشل او فول ثيكنس تيرز، او ريبيتيتيف مايكرو تروما زي ما قلنا في الاثليتس والناس اللي بيحصل لهم كابسولر ستريتشنج، والناس اللي بيحصل لهم ريبيتيتيف مايكرو تروما في الاوفر هيد اثليتس. فالريبيتيتيف مايكرو تروما دي في نتيجه الاوفر يوزج زي برضو النجارين وزي الناس اللي بتشتغل بهيلتي والحاجات دي كلها، كل الريبيتيتيف مايكرو تروما دي بتندرج تحت التروماتيك كوزس للروتيتور كاف تيرز، واغلبيه العيانين دول سنهم اقل من 40 سنه، او نان تروماتيك ودول سنهم فوق 40 سنه. النان تروماتيك ممكن تبقى ديجنراتيف وليها علاقه بالمجهود، ربات البيوت والبينترز والالكتريشنز والحاجات دي كلها، او العيانين اللي كانوا سافرنج من سب اكروميال امبنجمنت سيندروم، العيانين عندهم اوس اكروميال او تايب 2 او 3 اكروميال، العيانين عندهم شولدر انستابيليتي، ودول اللي احنا شرحناهم في السكندري اكسترنسيك امبنجمنت او البوسترو سوبيريور امبنجمنت، ان الهيومرال هيد مش مستقره في مكانها فهتبدا تعمل سوبيريور ترانسليشن، فهتبدا تعمل دايناميك ناروينج للكراكو اكروميال ارش، او العيانين حصل عندهم انتيريور كابسولار ريدندنسي بدا يحصل بينشنج للروتيتور كاف ما بينها وما بين البوسترو سوبيريور جلينويد، وفي الانفلاماتوري كوزز زي الكالسيفيك تندنايتس او روماتويد ارثرايتس او كريستال ديبوزيشنز، كل دي تندرج تحت النون تروماتيك كوزز اوف روتيتور كاف تير. الكلاسيفيكيشن بتاع روتيتور كاف تيرز كتير قوي عايزين نحاول نركز فيه. اول حاجه احنا ممكن نقسمها اكيوت ولا كرونيك، وممكن نقسمها على حسب الديجري بتاع التير، هل هي بارشل ولا فول ثيكنس، ممكن نقسمها حسب الايتيولوجي هل هي تروماتيك ولا ديجنراتيف، وممكن نقسمها على حسب التوبوجرافي هي انتيريور ولا سوبيريور ولا بوستيريور، حسب الريتراكشن بتاع التندون. فاحنا عندنا كلاسيفيكيشنز كتيره جدا جدا، خلونا نعدي فيهم واحده واحده. الهابرماير قال توبوجرافيك كلاسيفيكيشن للروتيتور كاف في السيجيتال بلان، قسمهم لزون 1 ودي الانتيريور اللي هي سبسكابيولاريس، زون 2 اللي هي السوبراسباينيتس وجزء من الانفراسباينيتس، وزون 3 او زون سي
اللي هي الانفراسباينيتس والتيرس ماينور، دي توبوجرافي كلاسيفيكيشن، او ممكن زي ما قلنا تبقى بارشال ثيكنس وفول ثيكنس تيرز. تعالوا نتكلم على البارشال ثيكنس تيرز. البارشال ثيكنس تيرز دي التير ممكن يحصل على الارتيكولر سيرفيس، وده بيسموه ارتيكولر سايدد بارشال تير. ممكن جريد 1 ده بيكون اقل من 25% من التندون انفولفد، جريد 2 تقريبا 50% او اقل من 50% من التندون انفولفد، جريد 3 اكتر من 50% من التندون انفولفد. ده الارتيكولر سيرفيس روتاتور كاف تير. طيب والروتاتور كاف زي ما ليها ارتيكولر سايدد ليها بيرسال سايدد، فممكن يحصل البارشال تير على البيرسال سايدد برضه. ممكن جريد 1 25%، جريد 2 اكتر اقل من 50%، وجريد 3 اكتر من 50%. برضه اهي تاني الارتيكولر سايدد تيرز حسب الانفولفمنت بتاعها، او البيرسال سايدد حسب الديجري بتاعها، او ان يحصل فول ثيكنس تيرز. الفول ثيكنس تيرز ممكن يبقى شكلها كريسنت، ممكن تبقى ريفرست ال، ممكن تبقى L-shaped، ممكن تبقى trapezoid، ممكن تبقى massive أو retracted tear. هم الكريسنت اهو، أو reverse L، أو L-shaped، أو trapezoid، أو massive tear. ده من واقع المنظار اهو، ده L-shaped، ده massive rotator cuff tear، وده partial articular sided tear. كل واحد من دول طبعا ليه طريقة الترجيع بتاعته، ليه طريقة الريبير بتاعته. ده ممكن ده الماسف تير ممكن ما تعرفش ترجعه للفوت برينت هنا، وتبقى مضطر تعمل حاجة من البروسيديرز بتاعت الريبيرابل تير. مثلا الريفرس ال انت مضطر ان انت تجيب الكف بوسترو سوبيريور من ورا لهنا، تمسكها بانكر وبعدين تعمل سايد تو سايد ريبير. البارشال ارتيكولر سايد تير طبعا ليها تكنيك في الريبير بتاعها، يا اما انترا ارتيكولر هتشتغل من جوه الجوينت وتعمل ريبير، او هتحوله لكمبليت فول ثيكنس تير وتبدا انت تعمل له ريبير. مدارس كتير، وهنتكلم على الكلام ده في المانجمنت بتاع الروتيتور كاف تير. من الكلاسيفيكيشن على حسب الريتراكشن، الريتراكشن اقل من سنتي او من سنتي ل 3 سنتي ريتراكشن، او اكتر من 5 سنتي ريتراكشن، كده على حسب التندون displaced او stretched وبدا يخش لجوه قد ايه. طيب نبص كده على الرسمه دي. الروتاتور كاف تير لما هيحصل بالتالي ما عادش فيه الاوبوزنج كابل للديلتويد اللي بتشد الهيومرال هيد سوبيريورلي، فطبعا الهيومرال هيد هتبدا تتحرك لفوق، هتبدا تتحرك لفوق. عندنا حاجه اسمها الاكروميو هيومرال ديستنس، الديستنس اللي ما بين الاندر سيرفيس بتاع الاكروميوم والابر ايدج بتاع الهيومرال هيد، ودي طبيعي تقريبا من 6 ل 11 من 11 ل 16. لو الاكروميو هيومرال ديستنس دي قلت اقل من 6 مللي، يبقى هيبدا الهيومرال هيد هنا تمبنج او تعمل اباتمنت او تعمل استابيلايزيشن، وينتهي الموضوع بروتيتور كاف ارتروباسي. يبقى الروتيتور كاف لما يحصل فيها تير هيبدا يحصل بروكسيمال مايجريشن او سوبيريور هيومرال مايجريشن، وده هتقلل الاكروميو هيومرال ديستنس لاقل من 6 مللي، وهتعمل اباتمنت للهيومرال هيد اجينست الاكروميوم، يبدا يحصل استابيلايزيشن للاكروميوم، وينتهي الموضوع بروتيتور كاف ارتروباسي. دي حاجه اسمها حماده كلاسيفيكيشن او فكودا كلاسيفيكيشن للروتيتور كاف ارتروباسي. جريد 1 ان الاكروميو هيومرال ديستنس كان اكتر من 6 مللي، جريد 2 ان الاكروميو هيومرال ديستنس ده بقى اقل من 5 مللي، جريد 3 ان الاكروميو هيومرال ديستنس ده اقل من 5 مللي وبدا يحصل استابيلايزيشن للاندر سيرفيس بتاع الاكروميوم، جريد 4 بينقسم الى A و B. جريد A هنا بدا يحصل جلينو هيومرال ارثرايتس بس ما حصلش استابيلايزيشن، هنا بدا يحصل جلينو هيومرال ارثرايتس مع استابيلايزيشن، فده جريد 4A وجريد 4B. جريد 5 بدا يحصل كومبليت كولابس ودخلنا في الروتاتور كاف ارتروباسي الكامل. يبقى حماده وفقوده كلاسيفيكيشن ده راديولوجيكال كلاسيفيكيشن للعيانين اللي عندهم كرونيك روتاتور كاف تيرز،
اول حاجه جريد 1 الاكروميو هيومرال ديستنس اكتر من 6 مللي، جريد 2 الاكروميو هيومرال ديستنس اقل من 5 مللي، جريد 3 اقل من 5 مللي وبدا يحصل استابيلايزيشن، جريد 4 ان بدا يحصل جلينو هيومرال ارثرايتس بس ما حصلش استابيلايزيشن، ده 4 ايه 4 بي حصل جلينو هيومرال ارثرايتس وحصل استابيلايزيشن مع بعض، وجريد 5 كومبليت كولابس للهيومرال هيد. تاني نقول ايه هي الافكتس بتاع روتيتور كاف ديفيشنسي. اول حاجه احنا قلنا الاكشنز بتاعت الروتيتور كاف انها بتسنترلايز الهيومرال هيد على الجلينويد، يبقى انا فقدت السنترلايزنج فورس بتاعه الروتيتور كاف على الهيومرال هيد، يبقى دي اول حاجه السنترلايزيشن بتاع الهيومرال هيد فقد. تاني حاجه هما بيأكت مع بعض ككابل الدلتويد فيرسس الروتيتور كاف علشان نمنع السوبيريور مايجريشن، يبقى اذا الكاف لما هتتقطع هيحصل سوبيريور هيومرال هيد مايجريشن. تالت حاجه الترانسليشن اللي فوق دون هيبدا ياكل لي في الاندر سيرفيس بتاع الاكروميون، يبدا يعمل لي استابيلايزيشن او ارتكيوليشن مع الاكروميون اهو، ويبدا يدمر الكارتليج بتاع الجلينو هيومرال جوينت، ويبدا يعمل ايروجن في السوبيريور جلينويد، يبدا يعمل هيومرال هيد ديستراكشن، يبدا يعمل اوستيوبوروزس، ويقطع لي او يعمل لي ايروجن في الكوراكو اكروميال ليجامنت، والاكروميو كلافيكولار جوينت كمان يحصل له ديستراكشن. يبقى ده لما اتقطعت الروتيتور كاف فقدت السنترنج افكت، حصل سوبيريور مايجريشن، حصل ديستراكشن للجوينت، حصل سوبيريور ايروجن للجلينويد، بدا يحصل اوستيوبوروزس، هيومرال هيد ديستراكشن، روتيتور كاف ارتروباسي، والاكروميو كلافيكولار جوينت ديستراكشن. دي الكلاسيفيكيشن تاني اهي، هنا الديستنس حوالي اكتر من 6 مللي، لا هنا بقت 5 مللي، هنا بدا يحصل استابيلايزيشن مع 5 مللي، هنا بدا يحصل جرينو هيومرال ارثرايتس بس ما حصلش استابيلايزيشن، هنا جريد 4 بي حصل جرينو هيومرال ارثرايتس وحصل استابيلايزيشن، وهنا جريد 5 حصل كومبليت ديستراكشن للهيومرال هيد. فاكرين لما قلنا ان هم قسموا السب سكابيولاريس الى ابر سب سكابيولاريس ولور سب سكابيولاريس علشان يبقى فيه اتنين عضلتين قدام وعضلتين زيهم ورا عشان الهوريزونتال بالانس او الهوريزونتال فورس كابل، ده اللي قام عليه الكولين كلاسيفيكيشن اللي قسم الكف زي ما قلنا قسمها الى سوبيريور سب سكابيولاريس، انفيريور سب سكابيولاريس، سوبرا سباينيتس، انفرا سباينيتس، وتيريس ماينر. قسمها تايب اي ان حصل لوس للسوبرا سباينيتس والابر هاف بتاع السب سكابيولاريس، بس ده مش هيؤدي الى بروكسيمال مايجريشن. ليه؟ لان انا لسه عندي اللور سب سكابيولاريس سليم. امال هيبدا يحصل امتى المايجريشن؟ لما افقد العضلات التو بارتس بتوع السب سكابيولاريس والسوبرا سباينيتس، في الحاله دي هيحصل لي بوسترو انترو سوبيريور مايجريشن. الهيومرال هيد هتطلع كده، هي مش هتقدر ترجع لورا. ليه؟ عشان الانفرا سباينيتس والتيريس ماينور الاثنين سلام، فهتبدا يحصل انترو سوبيريور اسكيب، وده جزء من الباراليتيك شولدر او السودو باراليتيك شولدر. تايب سي هيبدا يحصل فيه ايه؟ هيبدا يحصل الانفرا سباينيتس تتقطع، السوبرا سباينيتس تتقطع، الابر هاف بتاع السب سكابيولاريس تتقطع، وده هيؤدي الى سوبيريور مايجريشن. بس بما ان لسه الجزئين من الهوريزونتال كابل سلام مش هيسمح بالانترو سوبيريور او بوسترو سوبيريور ترانسليشن. طيب دي السوبرا والانفرا هما الاثنين اتقطعوا، فده هيؤدي الى سوبيريور ترانسليشن. تايب اي لا، ده كل البوستيريور كف اتقطعت مع السوبرا سباينيتس، يبقى سوبرا وانفرا وتيرس، ده هيحصل ايه؟ انتيريورلي هي مش هتقدر تتحرك انتيريورلي، يبقى هيحصل بوش بوسترو سوبيريور. يبقى تايب بي ده انترو سوبيريور اسكيب زي السودو باراليتيك شولدر، وتايب اي بوسترو سوبيريور اسكيب زي السودو باراليتيك شولدر. دول احنا شرحناهم في الريفيرس شولدر قبل كده، هنشرحه مره ثانيه في المانجمنت بتاع الريبيرابل كف. كلنا عارفين السوبرا سباينيتس والانفرا سباينيتس، واغلب الناس اللي بتشتغل مناظير حافظه الحته دي، لكن السب سكابيولاريس تيرز دي جزء من الاجزاء الضلمه بالنسبه لناس كتير. ناس كتير قوي ممكن تخش بالمنظار وما تاخدش بالها ان السب سكابيولاريس مقطوعه وان هو مش عارف يعالجها،
ويبقى العيان عنده مشكله. بس ده طبعا المفروض ان انت لو عملت بروبر اكزامينيشن للعيان بتاعك قبل الدخول للعمليات هتبقى عارف ان العيان ده غالبا عنده سب سكابيولاري تيرز فيما عدا تايب 1 اللي هو بارشال تير في الابر 1 ثيرد بتاع السب سكابيولاريس. ده ممكن العيان اغلبيه العضه لسه سليمه، ولو انت مش ايدك مش واخده على الاكزامينيشن بتاعه السب سكابيولاريس سواء عن طريق البير هاج او عن طريق الليفت اوف تيست او عن طريق البالي بريس، لو انت مش واخد بالك من التستات دي كويس ومش عامل كومباريزون مع الاذر سايد ممكن تمستيكن السبسكابيولاري ستيرز. طيب السبسكابيولاري ستيرز عايز اقول لكم فيها شويه حاجات مهم، ان التير عاده بيحصل على الارتيكولار سايد من الليسر تيبروستي، وعشان كده دي اهميه المنظار ودي اهميه انك تخش الجلينو هيومرال جوينت في الروتيتور كاف تير. ما تكتفيش ان انا عارف ان العين عنده تير فانا هخش على طول على السب اكروميل سبيس لان انا عارف ان التير بتاعي سوبرا سباينيتس وانفرا سباينيتس. لو انت ما دخلتش جلينو هيومرال مش هتعرف ان العيان ده عنده سبسكابيولاري ستير، لانه ده سبسكابيولاري ستيرز دي بيسموها الهيدن تيرز ممكن ما ناخدش بالنا منها خالص. فالارتروسكوبي بيساعدك كتير انك تعرف التيرز دي موجوده ولا لا، ونخلي بالنا ان السبسكابيولاري ستيرز بتبقى فيري كومنلي اسوشيتد مع البايسبس تندون انجريز، وان السوبيريور جلينو هيومرال والكوراكو هيومرال ليجامنتس دول مهمين قوي لان هم جزء من الريفلكشن بولي بتاعه البايسبس. طيب السبسكابيولاري ستيرز دي بتتقسم لفص هو اللي وصف الكلاسيفيكيشن دي، ده واحد من اشهر جراحين الكتف في العالم، قال ان التايب 1 ده ابر 1 ثيرد بارشال تير، تايب 2 اللي هو ده ابر 1 ثيرد كومبليت تير، تايب 3 الابر 2 ثيرد مقطوعين، تايب 4 كل السبسكابيولاريس مقطوعه لكن الهيد سنترد والفاتي انفلتريشن من 1 ل 3. دي اللي هي جوتيلير كلاسيفيكيشن اللي قلنا عليها في الام ار اي واحنا بنشرح قبل كده. تايب 5 ده كومبليت سبلكسيشن، لان احنا زي ما شرحنا في الكولين كلاسيفيكيشن انت الانتيريور سترات او الانتيريور ليمب بتاع الهوريزونتال كابل اتقطع، فده هيسمح بالذات لو معاك سوبرا سباينيتس مقطوعه ان يبدا يحصل انترو سوبيريور سبلكسيشن او انتيريور سبلكسيشن للهيومرال هيد، ودول بيبقى معاهم فاتي انفلتريشن 4 و5. اوكي طيب نتخيل برضو ادي الكلاسيفيكيشن اهي، تايب 1 ده بارشال 1 ثيرد، تايب 2 تايب 2 ده كومبليت 1 ثيرد، تايب 3 ده ابر 2 ثيرد، تايب 4 كومبليت تير بس الهيومرال هيد هنا سنترد. هي بصوا على المنظر ده، ادي الجلينويد اهو وادي الهيومرال هيد، الهيد هنا لسه سنترد، ده معناها ان السوبرا سباينيتس هنا غالبا لسه سليمه وما حصلش كومبليت ويكنس لل او فاتي انفلتريشن كامل. تايب 5 بصوا على الصوره دي، الهيومرال هيد هنا بقت سبلاكسد انتيريورلي، هنا بدا يحصل انترو سوبيريور اسكيب كومبليت تير وفاتي انفلتريشن فظيع، وده اللي بيبدا يخش في سكه السودو باراليتيك شولدر والانترو سوبيريور مايجريشن او الانترو سوبيريور سبلكسيشن. دي لافوس كلاسيفيكيشن زي ما شرحناها دلوقتي. طيب الشولدر بايسبس بولي دي انا خدت وقت كبير قوي عشان افهمها، فانا حاولت انقل لكم اكتر مجموعه من الصور اللي تشرحها لنا. خلينا نتفق على ان البايسبس بولي او الريفلكشن بولي او السسبنشن شولدر بولي هي عباره عن الكوراكو هيومرال ليجامنت، السوبيريور جلينو هيومرال ليجامنت، سوبرا سباينيتس والسبسكابيلرز، هدفها انها تستابلايز اللونج هيد اوف بايسبس في البايسبيتال جروف وفي الانترا ارتيكولار بوزيشن وتمنع السبلكسيشن بتاعها. بصوا الرسمه دي، الرمادي ده الكوراكو هيومرال ليجامنت اهو، الاخضر ده السوبيريور جلينو هيومرال ليجامنت، الازرق ده اللونج هيد اوف بايسبس، ده الباس واي بتاعها من الارتيكولار بورشن الى البايسبيتال جروف ورا. طيب يبقى الاخضر اللي محوطها من تحت ده هو السوبيريور جلينو هيومرال ليجامنت، البايسبس تندون الازرق اهو، الرمادي اللي من فوقيه ده هو الكوراكو هيومرال ليجامنت،
يبقى النقطه دي مهمه. يبقى البولي سيستم هي عباره عن كوراكو هيومرال ليجامنت، سوبيريو جلينو هيومرال ليجامنت، وكونتريبيوشن من السوبرا سباينيتس والسبسكابيلاريس، زي ما شرحنا ان الفايبرز بتاعت السوبرا سباينيتس بتعدي البايسيبيتال جروف علشان تعمل انسرشن عن طريق شويه فايبرز وعن طريق البولي سيستم بتاع البايسبس علشان يمسك في الاذر او الميديا ليب بتاع البايسيبيتال جروف. برضو هنا اهي ده الكوراكو هيومرال ليجامنت، ده السوبيريو جلينو هيومرال ليجامنت الاحمر، والبايسبس تندون اهو في الباثوي بتاعه كله من جوه الجوينت الى بره الجوينت. صوره كمان اهي، ده الكوراكو هيومرال ليجامنت اهو اللبني الفاتح ده، ده السوبيريو جلينو هيومرال واللونج هيد اوف بايسبس اهي. بصوا المقطع ده يمكن موضح الدنيا قوي. ده الكوراكو هيومرال ليجامنت، دي السبسكابيولاريس، دي السبسكابيولاريس سوري، دي السوبرا سباينيتس، ده الكوراكو هيومرال ليجامنت، ده السوبيريو جلينو هيومرال ليجامنت، ودي اللونج هيد اوف بايسبس. هنا برضو البولي وهم فاتحينها، ده الكوراكو هيومرال ليجامنت طالع من الكوراكوي بروسيس اهو، ده الارضيه زي ما قلنا السوبيريور جلينو هيومرال ليجامنت، والكونتريبيوشن بتاع السبسكابيولاريس والسوبرا سباينيتس اللي مشدود عليه بالتراكشن ده هو البايسبس تندر. دي حاجه اسمها البينت كلاسيفيكيشن علشان الانجري بتاع اللونج هيد اوف بايسبس. فهنا ده نورمال، تخيلوا هنا دي الكوراكو الكوراكو هيومرال ليجامنت اوكي، ودي السبسكابيولاريس. هنا نيجي للتايب 1 سوري، ده تايب 1 بدا يحصل هنا انجري للميديال انسرشن بتاع السبسكابيولاريس، فده هيخلي ميديال سبلكسيشن بس مش هيحصل ديسلوكيشن. يعني مجرد الحته الميديال ليب دي ضعفت نتيجه وجود سبسكابيولاريس تير، فده هيعمل ميديال سبلكسيشن للبايسبس تير. طيب لو حصل ان الكوراكو هيومرال ليجامنت والسوبيريو جلينو هيومرال كومبلكس دول اتقطعوا هيحصل ايه؟ هيحصل ميديال سبلكسيشن بس برضه مش هيحصل ديسلوكيشن لان السبسكابيولاريس هنا سليمه. يبقى هنا في تايب 1 سبسكابيولاريس اتقطعت بس الكوراكو هيومرال والسوبيريو جلينو هيومرال سلام، فحصل بس جاست ميديال سبلكسيشن. هنا السبسكابيولاريس سليمه وحصل انجري للميدل جلينو هيومرال السوبيريو جلينو هيومرال والكوراكو هيومرال ليجامنت فحصل برضه سبلكسيشن. تايب 3 بقى الاثنين اتقطعوا، الميديال السبسكابيولاريس اتقطعت وحصل ان الميديال بورشن هنا بتاع الكوراكو هيومرال ليجامنت والسوبيريو جلينو هيومرال كومبلكس اتقطعوا، فالبايسبس اللونج هيد اوف بايسبس حصل لها انترا ارتيكولار ميديال سبلكسيشن، خلعت واتنقلت جوه الجوينت. تمام؟ طيب لو حصل بس تير في الحته دي بس يبقى ماسف تير في السوبيريور بينو هيومرال ليجامنت والكوراكو هيومرال ليجامنت هيحصل انتيريور سبلكسيشن، فهيحصل انتيريور ديسلوكيشن للتندون. هنا حصل ميديال ديسلوكيشن انترا ارتيكولار، لكن هنا بما ان السبسكابيولاريس سليمه حصل انتيريور سبلكسيشن للتندون بس مش انترا ارتيكولار لا بره. طيب لو كل الكومبلكس اتقطع كوراكو هيومرال وسبسكابيولاريس وجلينو سوبيرو جلينو هيومرال هيحصل ميديال سبلكسيشن او انتيريور سبلكسيشن، بس طبعا بما ان السبسكابيولاريس بقت مقطوعه هيحصل ميديال سبلكسيشن في تايب 5. دي اسمها بينت كلاسيفيكيشن بتاعت البولي انجريز. في حاجه اسمها الكوما ساين. الكوما ساين هي النسيج ده، هو عامل زي الكوما، فهو اتعرف عليه انها الكوما ساين. هتسمعها في المؤتمرات وهتسمعها في الابحاث او هتقراها في الكتب، الكوما ساين الكوما ساين. لو انت مش عارف يعني ايه كوما ساين مش هتبقى عارف اهميتها ومش هتبقى عارف ايه لازمتها. طيب
الكوما ساين دي بيركهارت ولو في 2003 هم اللي وصفوها كلاند مارك للابر ايدج بتاع السبسكابيولارس، لان السبسكابيولارس ساعات لما بتتقطع في الكرونيك تيرز والديسبليس ميديا ما تبقاش عارف الليدنج ايدج بتاعها او الابر بارت بتاعها فين. فهم وصفوا الكوما ساين دي اللي هي عباره عن ايه. الكوما ساين دي عباره عن الهيومرال اتاتشمنت بتاعه السوبيريو جلينو هيومرال ليجامنت والكوراكو هيومرال ليجامنت، اللي هم مين؟ اللي هم بيشكلوا جزء من البولي سيستم بتاع اللونج هيد اوف بايسبس. وبالتالي عشان كده احنا قلنا ان السبسكابيولاريس تيرز فيري كومنلي اسوشيتد بانجريز للونج هيد اوف بايسبس. فالكوما ساين هي عباره عن الهيومرال اتاتشمنت بتاع السوبيريو جلينو هيومرال ليجامنت والكوراكو هيومرال ليجامنت اللي بيبقوا اتاتشد للابر بوردر بتاع السبسكابيولاريس. خلينا نرجع للصوره اهي، ده السبسكابيولاريس اهو تندم، وده الهيومرال الهيومرال بارت بتاع السوبيريور جلينو هيومرال والكوراكو هيومرال ليجمنت. ودي مهمه لان احنا محتاجين ان احنا نري اتاتش الكوما ساين دي ونرجعها عشان نعرف نرجع، لان هي دي بريدجنج البارت ما بين السبسكابيولاريس وما بين السوبرا سباينيتس، ومن غير ترجعها مش هتعرف ترجع بقيه الكف كويس. الناس اللي بتشتغل مناظير وعارفه العيان اللي بيبقى عنده سبسكابيولاريس تير ومعاه سوبرا سباينيتس تير، لو انت ما رجعتش الكوما ساين دي كويس وعرفت تعملها ريبير على الهيومرال هيد بالانكرز، مش هتعرف ترجع بقيه الكف كويس على الهيومرال هيد. دي طبعا صور بتبين السبسكابيولاريس تيرز اهو، البايسبس تندون هنا سبلاكس ده اهو، وهنا دي بير اريا بتاعه الليسر تيبروسكي، هنا السبسكابيولاريس اتروفيك خالص زي ما قلنا في الجوتيلير كلاسيفيكيشن، هنا التندون اهو بتاع السبسكابيولاريس تورن، بس العيان حظه كويس البايسبس في مكانها في الجروف ما حصلهاش سبلاكسيشن. بس طبعا من السهل جدا طبعا مع وجود تير في السبسكابيولاريس انها يحصل لها ميديال سبلاكسيشن او ديسلوكيشن. هنا بقى حصل اهي، ادي السبسكابيولاريس مقطوع، مش مفيش اي اتاتشمنت على الليسر تيبروستي. هنا الكوراكو هيومرال ليجامنت والسوبيريو جلينو هيومرال ليجامنت مقطوعين، وبالتالي السكه اتفتحت للبايسبس تندون عشان يسبلاكسيت ميديالي. يبقى انت ممكن تتسال سؤال بايخ في الامتحانات، انت ممكن يتقال لك اللونج هيد اوف بايسبس ممكن تديسلوكيت ازاي؟ ممكن تديسلوكيت ميديالي انتر ارتيكولر او يجيلك في الام سي كيو، او ممكن تديسلوكيت انتيريورلي اكسترا ارتيكولر. تمام؟ طيب زي ما قلنا دي السبسكابيولاريس تيرز اللي ناس كتير قوي ما تعرفهاش او ناس كتير ما بتقراش فيها. مهمة قوي وانت بتريبير السبسكابيولاريس، دي تيبس اند تريكس كده خاصه بالسبسكابيولاريس، ان انت لازم نفتح الروتيتور انترفال كويس ونشيل الكابسولار تيشوز اللي موجوده في الروتيتور انترفال عشان نشوف كويس ونفيجواليز. لازم نعمل اسوشيتد بورتال انتيريورلي علشان الجراسبر تقدر تمسك بيه التندون وتعرف تاخد فيه تراكشن سوترز تشد بيها التندون اللي ديسبليسد ميديالي. لازم ممكن سهل جدا يسهل عليك الموضوع انك تستخدم ال 70 ديجري سكوب، ده بتخلي الرؤيه مختلفه تماما تماما، او ان انت تعمل انترو سوبيريور بورتال وتشتغل منه. لما بتعمل بايسبس ستينوديسيس او بتعمل بايسبس ستينوتومي ده بيساعد الفيجواليزيشن وبيساعد الريبير بتاعك، لان في الاغلب الاعم السبسكابيولاريس تيرز واللي حصل لونج هيد اوف بايسبس سبلكسيشن غالبا بتخش تلاقي التندون فريد ومتقطع، فانت غالبا بتعمل له تينوتومي يا تينوديسيس. دي من الطرق اللي ممكن تساعدك وانت بتعمل روتيتور كاف سبسكابيولاريس تيرز، انك تعمل فليكشن وانترنال روتيشن للايد، او انك تعمل بوستيريور هيومرال هيد ترانسليشن تشد الهيومرال هيد لورا، او المساعد بتاعك يشد لك الهيومرال هيد لورا فده بيكشف لك التير كويس. دي الكلاسيفيكيشن بتاعت السبسكابيولاريس تيرز على حسب الفاسيتس. احنا قلنا ان احنا عندنا أربعة فاسيتس والكلاسيفيكيشن دي قايمة عليها أهي، هم قسموا دي فاسيت A ودي فاسيت B ودي فاسيت C ودي فاسيت D، والكلاسيفيكيشن دي قايمة على فكرة الفور فاسيتس بتاعة الليسر تيبروسن.
خلاص احنا خلصنا كده الكلاسيفيكيشن، خلصنا ال بايوميكانكس، وخلصنا الفانكشن بتاع روتيتور كاف تير. لما هعمل اكزامينيشن للعيان هشوف السايت اوف بين بتاعه فين، هشوف الويكنس بتاعه، هشوف التايم لاج قبل ما يجي لي بريزنتنج بالمشكله بتاعته، هعرف الاوكيبيشن بتاعته، هعرف البريدوميننت هاند بتاعته ايه. دي التريجر بوينتس اللي ممكن تحصل مع الروتيتور كاف. ده من ورا، ده خاص بالسوبرا سباينيتس، من قدام خاص بالانفرا سباينيتس، بالسبسكابيولاريس وبالتيرس ماينور من ورا. زي ما قلنا في المحاضرة بتاعت الاكزامينيشن، لوك فيل اند موف، هنعمل هيستوري كويس، هنعمل انسبكشن كويس، هنعمل بالبيشن كويس، هنشوف الرينج اوف موشن، هنبص على السبيشال تيست بتاعتنا، نعمل نيورو ماسكولار اكزامينيشن، ونعمل سيرفايكال اكزامينيشن، والكلام ده كله اتكلمناه في المحاضرة بتاعت الاكزامينيشن. هنبص على العيان انتيريورلي، هنبص على العيان لاترالي، هنبص على العيان بوستيريورلي، ونشوف اذا كان في ويستنج، اذا كان في وينجينج اوف ذا سكابيولا، اذا كان في سكارز، اذا كان في ديسلوكيشنز. اهو الويستنج ده عيان سودو باراليتيك مش قادر يرفع اهو. البالبيشن زي ما قلنا هنشتغل من ميديال لاترال، هنبدا بالاسترنو كلافيكولار جوينت، ونشوف الكوراكويد بروسس، ونبص على الكلافيكل، وبعدين نروح للجريتر تيوبروستي، ونبص على الاكروميوم والاي سي جوينت، يبقى من ميديال للاترال. الرينج اوف موشن هنشوف، ولازم نكزامن الباسيف رينج والاكتيف رينج اوف موشن، ونقارن تو سايدز ببعض، نشوف لو العيان ده عنده لوس في الاكتيف رينج اوف موشن بس، يا العيان ده عنده روتيتور كاف تير، يا اما عنده نيرف انجري، او اكتيف وباسيف، يبقى العيان ده عنده ميكانيكال بلوك نتيجه فروزن شولدر، او نتيجه سيفير امبنجمنت، او نتيجه ليبرال تير. ده الرينج اوف موشن الطبيعي بتاع الكتف. سب سكابيولاريس زي ما قلنا مهمه، لازم نشوف الرينج اوف موشن، نشوف السترينث، نشوف الجربرت ليفت اوف تيست، وده شرحناه باستفاضه في الاكزامينيشن، البيلي بريس اللي هي بنسميها نابليون تيست، والبير هاج تيست، ده الانترنال روتيشن لاج ساين. وقلنا ان في اربعه لاج ساينز زي ما شرحنا قبل كده في الاكزامينيشن. السوبرا سباينيتس هنشوف الدروب تيست او الامتي كان تيست، والدروب ارم ساين، ده الدروب ارم ساين، وده الامتي كان تيست. الانفراسباينيتس هنشوف الاكسترنال روتيشن لاج ساين، ده الاكسترنال روتيشن لاج ساين، هنلاقي ان العيان ما بيقدرش يمنتين ايده في الوضع ده، طبعا ايده بتسقط اهو. والتيرس ماينور والهورن بلور ساين زي ما كنا شرحنا، اللي هو زي اللي بينفخ في البوق، هو ما بيقدرش يمنتين ايده في الوضع ده. طيب ده سيمبلي كده الاكزامينيشن، السب سكابيولاريس جيربر ليفت اوف تيست، الانترنال روتيشن لاج ساين، البيلي بريس والبير هاج، سوبرا سباينيتس، الجوب او الامتي كان تيست، والدروب ارم تيست، الانفرا سباينيتس، الاكسترنال روتيشن لاج ساين، والتيرس ماينور، الهورن بلور ساين. زي ما قلنا في اربع لاج تيست، زي ما قلت لكم ممكن تتسالها بسهوله جدا 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 في امتحان الكلينيكال اكزامينيشن. الدروب ارم ساين دي عشان السوبرا سباينيتس، الهورن بلور دي بتاعه التيرس ماينور، الاكسترنال روتيشن لاج دي الانفرا سباينيتس، والليفت اوف تيست دي بتاعه السبسكابيولاريس. دول الفور لاج تيست اللي موجودين في الروتيتور كاف تيرس. السب اكرومال امبنجمنت طبعا النير ساين، الهاوكنز كينيدي او النير امبنجمنت تيست بتاع الحقن، والجوب تيست بتاع الامتي كان تيست برضه بنستخدمه في السب اكروميال امبنجمنت. الاكروميال كلافيكولار تندرنس والكروس بودي ادكشن اللي هو السكارف تيست، كان واحده بتربط سكارف حوالين رقبتها. طيب الراديولوجي زي ما قلنا مهم جدا الاكس رايز، ومهم الام ار اي، واحنا شرحنا ازاي بالام ار اي اقدر اشوف كل عضله من عضلات الروتيتور كاف في الساجيتال والكرونال والاكسل فيوز، واهميه كل فيو من الفيوز دي. هنا الراديولوجي طبعا مهم ان انا اشوف اذا كان عندي تراكشن اكروميال سبير بالمنظر ده، ان انا اشوف التايب بتاع الاكروميان اللي عندي، اذا كان عندي كالسيفيك تندنايتس،
اذا كان العيان ده عنده ماسيف تير فانا هشوف الفكوده كلاسيفيكيشن بتاعته وحماده كلاسيفيكيشن بتاعت الروتيتور كاف ارتروباسي. دي الكلاسيفيكيشن بتاعت فكوده. نقطه مهمه او بيبر جديده بدات الكلام يتنشر عنها حاجه اسمها كريتيكال شولدر انجل، ودي انجل ما بين لاين بيربنديكولار جوينينج الابر والانفيريور بارت بتاع الجلينويد واللاترال ايدج بتاع الاكروميوم. فقالوا ان دي ليها علاقه بالروتيتور كافترز. النورمال فاليو من 30 ل 35، الفاليوز اللي اقل من 30 دول عيانين عندهم لايبيليتي اكتر للجرينو هيومرال ارثرايتس، اللي عندهم زاويه اكتر من 35 دول اسوشيتد بروتيتور كاف تيرز. اهي ده كانت صوره عيان قبل العمليه، كان الكريتيكال شولدر انجل بتاعته 39، بعد العمليه بقت 33. فطبعا كل ما قدرت تختصر هذه المسافه كل ما الريسك اوف ري تير عندك بقى اقل. ده ازاي بنقرا الام ار اي، وقلنا الموضوع قايم على فكره الموبايل هيدروجين ايونز اللي بتتحرك فبتدي لي صوره بلاك او دارك لو سيجنال، او جراي الانترميديت، او وايت اللي هي البرايت سيجنال، وده التي 1 والتي 2 وشرحنا السلايد دي بالتفصيل قبل كده في الام ار اي. وقلنا ايه هي الاستراكشرز هتفضل بلاك نتيجه انها فيها نون موبايل بروتونز، الكورتيكال بونز، الليجامنت، السوبيريور جرينو هيومرال، ميدل جرينو هيومرال، الانفيريور جرينو هيومرال، التندونز، الروتيتور كاف والبايسبس والجلينويد ليبرم. ايه هي الايتمز اللي بنبص عليها في الام ار اي بتاع الشولدر؟ الليجامنتس، البونز، التندونز، الليبرم والبيرسي. زي ما قلنا انا هعرف منين مكان السوبرا سباينيتس؟ هبص على الاي سي جوينت. لو بصيت وشفت الاي سي جوينت في الكاتس يبقى اللي تحتيه ده على طول هو السوبرا سباينيتس. لكن لو انا شفت السباين اوف ذا سكابيولا يبقى اللي تحتها مين؟ تحتيها الانفرا سباينيتس. الكلام ده احنا شرحناه قبل كده يا جماعه في الام ار اي بتاع الشولدر. يبقى انا لو بصيت هنا وشفت الاكروميو كلافيكولار جوينت يبقى ده اللي تحتيه ده السوبرا سباينيتس. لو شفت السباين اوف ذا سكابيولا يبقى ده الانفرا سباينيتس. لو شفت الكوراكوي بروسيس يبقى اكيد التندون اللي تحتها هو سبسكابيلاريس، واللي هنا بره ده البايسبس تندون. ده الساجيتال كاتس والصوره اللي احنا اعتمدنا عليها في بوتيلير كلاسيفيكيشن ان ده كلافيكل وده الاكروميون فوق السوبرا سباينيتس والانفرا سباينيتس والتيريس ماينور، هنا الكوراكويد بروسيس والسبسكابيلاريس تندون. ده الكات اللي بندوكيومنت فيه او بنقول فيه اذا كان في فاتي انفلتريشن ولا لا. دي السوبرا سباينيتس، دي الانفرا سباينيتس، ودي التيرس ماينور، وهنا قدام السبسكابيلاريس تندون. ده الصور الام ار اي بتاع البارشال تيرس اهي، سواء من البيرسال سايد او من الارتيكولار سايد برضو اهو. ده الفول ثيكنس اهو او ريتراكتد، يبقى بالمنظر ده ويبقى عندنا هنا ريتراكشن تقريبا 3 سم اهو. ومهم وانا بدوكيومنت حاجتين، الديستنس بتاعت الريتراكشن لان دي مهمه اذا كان ده ريبيرابل تير ولا مش ريبيرابل تير، واذا كان في مصل اتروفي ولا لا. دي الجوتيلير كلاسيفيكيشن، وقلنا اهميه اللاين ده اللي احنا بنرسمه بالعرض علشان نشوف اذا كانت المصل بالك فوقيه ولا تحتيه، واللي بنحدد بناء عليه اذا كان في ويستنج او فاتي ديجنريشن ولا لا. هنا ده الكالسيفيك ديبوزيتس اهي، وبما ان هو كالسيوم فهيبان بلاك، فهيبان بلاك هنا في الام ار اي. ده السبسكابيولاري ستيرز اهي زي ما قلنا، البايسبس تندون هنا في مكانه بس التير هنا في الريتراكتد سبسكابيولاري ستندون. هنا المصل فيها اتروفي، وهنا البير اريا بتاعت الليسر تيوبروستي. ماشي. What is the meaning of acetabulization؟ انت الاكروميون المفروض الاندر سيرفيس بتاع الاكروميون يا اما ستريت خلاص يا اما هو بدل تحت، لكن انك تلاقي فيه حفره تبدا تاخد زي كيرف او نص دايره كده يبقى معناها ان الهيومرال هيد دي دخلت حولت الاكروميون الى اسيتابيلم زي الاسيتابيلم والهيومرال هيد الفيمورال هيد. تمام.
هل اللونج هيد اوف بايسبس تعتبر من روتيتور كاف ولا لا؟ بص هي فيري كلوزلي ريليتد، وهي واحده من الديبريسورز بتاعت الهيومرال هيد، فهي يعني انت ما تقدرش تقول انها يعني هي جزء من الكف، لكن هي فيري كلوزلي ريليتد، لان الريليشن بتاعتها في البايسيبيتال جروف والريليشن بتاعتها للسبسكابيولاريس والبوسيبيليتي بتاعتها ان تديسلوكيت ميديالي او انتيريورلي، ده بيخلي دي فيري كلوزلي، او ما نقدرش ما ناخدش اللونج هيد اوف بايسبس كجزء معانا، لكن بما انها نص العضله فانت ما تقدرش تقول انها واحده من الكف، لكن هي واحده من الكونتنتس بتاعت الروتيتور انترفال، واحده من الكونتنتس بتاعت الجوينت. دكتور عمرو، ايوه محمد. حضرتك سمعت؟ اوكي. سامع. انا بشوف اهو لو في اي اسئله ريليتد. هو في سؤال عن ان اكسبلين شولدر بين، مش عارف ده معناه يعني، هل نقدر؟ هو الشولدر بين اسبابه كتيره. الاسباب بتاع الشولدر بين ممكن تبقى حاجات سيرفايكال، ممكن تبقى سوبرا سكابيولار نيرف انترابمنت، ممكن تبقى روتيتور كاف، ممكن مايكرو انستابيليتي، ممكن ارترايتس، يعني ما فيش حاجه اسمها ان اكسبليند شولدر بين. هو لازم تدور على سبب، وغالبا لو حطيت ايدك على الاكزامينيشن مظبوط والانفستيجيشنز بتاعتك سواء ام ار اي ام ار اي، لان زي ما بقول لكم هو في ابطال رياضيين كتير جدا جدا بيجي بيشتكي لك بيحط صباعه ورا على البوستيريور سوبيريور جلينويد ويقول لك الحته دي اللي بتوجعني، ويجي لك التقرير بتاع الرنين ان العيان ده عنده سب اكروميال امبنجمنت، فتخش انت تعمل له سب اكروميال دي كومبريشن، وهو العيان قصته مختلفه تماما، والعيان ده عنده ارتيكولار سيرفيس تير وعنده انتيريور كابسولار لاكستي. لو ما صلحتش هذا الكلام كله هتبقى مشكله وما تبقاش انت عالجت العيان. تمام. وكتير قوي من عيانين الانترنال امبنجمنت دول لو اتعمل لهم بروبر فيزيوثيرابي واتعمل لهم بروبر ريكروتمنت للعضلات ما بيحتاجوش، يعني جاست ان هو يعمل بوستيريور كابسول ستريتش وانت تعمل له انتيريور ماسل سترينثنينج، ده بيعيد البالانس تاني بتاع الكتف. فمش كلهم بيبقوا محتاجين عمليات، ومش مجرد تقرير الرنين اللي جاي لك ان العيان ده عنده سوبرا سباينيتس تندنايتس وان هو عنده سب اكروميال امبنجمنت، تخش تعمل له سب اكروميال دي كومبريشن كاسهل عمليه احنا ممكن نعملها ونقول ان احنا عالجناه، لان انا شفت كتير منهم جايين عاملين العمليات دي وبيصرخوا من الوجع. تمام يا فندم. طيب هي الكوما ساين اتثبت كوما ساين ليه؟ او يعني لان الكوما ساين دي هي جزء من البايسبس بولي، لو انت هتحافظ على البايسبس فانت محتاج انك ترجعها، وعشان الكوما ساين دي ماسكه في السوبيريور ايدج بتاع السبسكابيولارس، لو انت ما رجعتهاش للفوت برنت بتاعها يبقى انت ما رجعتش السبسكابيولارس تندون للفوت برنت بتاعها. تمام. While biceps tendon pathology is usually associated with degenerative cuff tear. ايوه، عشان الفكره ان البايسبس تندون على طول فيري كلوزلي ريليتد للسبسكابيولاريس والسوبرا سباينيتس، وعشان كده اي ديجنريشن بيحصل للكف بيناله جزء منه البايسبس، وبالتالي عيانين كتير قوي لما بتخش في الروتيتور كاف تيرز بتلاقي البايسبس فعلا، لو يعني الا مثلا في 30 40% من الحالات فيما عدا كده اغلبيه البايسبس تندون بتبقى مضطر تعمل له اما بايسبس تينوديسيس اما بايسبس تينوتر. تمام. هل احنا بنحتاج ام ار اي ارثروجرافي في الروتيتور كاف تير؟ ساعات انت ما بتبقاش قادر تلقط البيرسل ارتيكولار سيرفيس الارتيكولار سايدد روتيتور كاف تير البارشال تيرز دي، ساعات ما بتبقاش باينه، فساعات والعيانين مثلا اللي عندهم بوسترو سوبيريور امبنجمنت او انترنال امبنجمنت انت محتاج تعمل لهم ام ار اي في الابر بوزيشن في الابدكشن اكسترنال روتيشن بوزيشن، لان ده الوحيد اللي هيبين لك التير في الحته دي، وهيبين لك الفريينج اللي في البوسترو سوبيريور جلينويد ليبرا. تمام. طب في سؤال، يعني لو احنا عندنا عيان عنده شولدر باثولوجي
وعي، وفي نفس الوقت عنده سيرفايكال باثولوجي، يعني عنده مثلا هرنيت الديسك وعامل انترابمنت النيرف روت وبراكيالجيا، وفي نفس الوقت عنده امبنجمنت او روتيتور كاف. حضرتك يعني شايف ابروتش بتاع ده بيبقى على حسب السيمتومز البين اكتر. طب ازاي احدد اذا كان لو هو ما عندوش ابر موتور نيرون مثلا ليجن في السيرفايكال فهو اللي عنده مجرد براكيالجيا، تمام. وفي نفس الوقت عنده شولدر بين، طب وهو خلاص اخد كل الكونزرفتيف تريتمنت سواء فيزيوثيرابي سواء انجكشن سواء وات ايفر ايه هو، واحنا وصلنا لمرحله ان احنا عايزين نعمل عمليه، تمام. نبتدي بانهي بناء على ايه كده؟ اول حاجه انا ببعت العيان ده لبتاع الراجل بتاع السباين. انا ماليش علاقه فمش هقدر امانج قوي السيرفايكال ديسك، وبستنى قراره اذا كان السيرفايكال ديسك ده هو هيعمل له ديسكاكتومي. يبقى انا هستنى بشرط ان انا طبعا ما يكونش العيان عنده روتيتور كاف تير، واحاول استنى بعديه 6 شهور. لو هو هيعمل سيرفايكال ديسكاكتومي مثلا وفيكسيشن والعيان هيبقى جاهز بعد شهر علشان اعمل له روتيتور كاف، اتس اوكي. او هقول للعيان ان انا هخش اعمل الكف، بس اعمل حسابك ان جزء من البين اللي موجود ده هيفضل بيرزيستنت نتيجه السيرفايكال كونديشن اللي موجود عندك. لان فعلا كتير جدا من العيانين بيبقى معاهم الاثنين مع بعض، معاه سيرفايكال ومعاه شولدر. بس لازم تخلي بالك كمان ان في انتيتي من العيانين دول بيبقى معاهم سوبرا سكابيولار نيرف انترابمنت، بالذات لو هو معاه كرونيك ريتراكتد تير. وفي الحاله دي انت ممكن وانت داخل بالمنظار كمان تعمل ريليز للسوبر سكابيولار نيرف ده وانت في العمليه. بس العيان ده يا اما هتحل مشكله السيرفايكال بتاعته مع دكتور السباين اللي بيتعامل معاه، سواء هيعمل له ديسكتومي سواء هيعمل له فيكسيشن سواء هيعمل له حقن هيعمل له ابليجن وات ايفر التكنيك، يا اما انت هتخش تقول له ان انا هعمل عمليه الروتيتور كافتير بس هيفضل جزء من البين اللي موجود في الشولدر نتيجه السيرفايكال كونديشن موجود عندك. تمام. طيب هل الام اي ارثروجرافي ده يعني نعمله في كل الحالات من الاول ولا لا؟ لا بص، هي ما بيتعملش في كل الحالات من الاول، لكن هي العيان اللي جاي لك بيشاور على بين بوستيريورلي قوي كده، او انت مشخصه انترنال امبنجمنت، غالبا ما تضيعش وقتك انك تروح تعمل له ام ار اي عادي. لكن العيان اللي جاي لك بام ار اي مش قادر تلقط فيه مشكله، او انت شاكك ان العيان ده عنده كابسولار ريدندنسي، الكبسول نفسها كابيشس لدرجه انها ادت لمايكرو انستابيليتي وده خلى الهيد تمايجريت سوبيريورلي، العيان ده محتاج ام ار اي. تمام. طب لو عيان يا بيه جالك شكوى وريفيرد من حد ومش عارف ايه واكزامينيشن والام ار اي ماشي مع الشولدر باثولوجي سواء امبنجمنت او روتيتور كاف او وات ايفر، ايه اللي في الاكزامينيشن او ايه اللي في السيمتومز يخليك تبتدي تفكر ان عنده سيرفايكال ليجن وي هاف تو ادريس ات او انفستيجيت ات؟ بص، العيان اللي جاي لك بيقول لك في نمنس وباراثيزيا، يعني وجع الكتف والنيفر اكسيد الالبو، يعني انت اخرك البايسبس تندون هيسمع لك لحد تحت لحد الالبو. لكن العيان اللي بيقول لك بقى على وجع مكمل على الفور ارم او مكمل بنمنس وباراثيزيا واخدالك الميديان نيرف او واخدالك الالنر نيرف او واخدالك اي نيرف ديستريبيوشن، فده غالبا الاحتمال الاعظم هو سيرفايكل. في تمام. عيانين عندهم المايوفيشيال بينز والحاجات اللي هي الفايبروميالجيا والحاجات دي، دول ساعات كتير قوي بتمستيكن ان العيان ده مشكلته كتف وهو مشكلته من الفايبروميالجيا اللي موجوده عنده. مجرد ما بتدي له حاجات زي السيمباتكس والحاجات دي كلها الدنيا بتتحسن كتير جدا. في بعض العيانين عندهم تريجر بوينتس على الترابيزيوس، والعيانين دول لما بيتحقنوا في التريجر بوينتس دي بتعمل ريليف للبين او بتوديه لحد بتاع فيزيوثيرابي. لان احنا بص، احنا اغلبنا بيتكسف ان هو لو واحده ست يقول لها اكشفي كتفك كويس، لان كتير قوي ما بتعرفش تلقط السكابيولار ديسكاينيزيا او الابنورمال ماسل باترن اللي حوالين السكابيولا، فبتبقى انت محرج انك تقول لها اكشفي كتفك او اكشفي دراعك. ف ممكن ما تلقطش ان الموضوع سكابيولار ديسكاينيزي او ان المشكله ان في ترابيزيوس مايوسايتس عنيفه جدا، فده بيخلي الدايجنوز بالنسبه لك فيك.
تمام يا دكتور عمر. طب احنا اي ثينك ان احنا كونكلود الاسئله الخاصه بالمحاضره النهارده، واخر حاجه بس، how to differentiate between the partial والفول روتيتور كاف تير، ده اخر سؤال. البارشال هي حاجه مش مكمله، يعني انت زي ما يعني شرحنا في الام ار اي كده، يا اما التير من البيرسال سايد ومش مكمل لحد تحت، يا اما من الارتيكولر سايد ومش مكمل لحد فوق. على عكس الفول ثيكنس عاده اللي قطع بالكامل ده هيبقى فيه نسبه ريتراكشن لجوه نص سنتي سنتي، المهم انت تعرف تقرا الرنين. فالبارشال تير هو تندو نكمل مكمل سليم، بس الثيكنس بتاعه مش هو الثيكنس الطبيعي اللي عينك واخده عليه، مش هو الحته السوداء المكمله لحد الجريتر تيوبروسيتي. يا اما هتلاقيها متاكله من فوق وده على البيرسال سايد، يا اما هتلاقيها متاكله من تحت وده على الارتيكولار سايد. والعيان اللي عنده بارشال تير بيقدر يقوم بالاكزامينيشن بتاعك بس بويكنس، هو قادر يعمل ليفت اوف تيست، قادر يعمل دروب تيست، قادر يعمل لاك تيست، بس بويكنس، فالعضله شغاله بس ضعيفه جدا. على عكس العيان التاني، انت هتيجي بعد كده للعيان بتاع الروتيتور كف تقول له في الاكزامينيشن او انت بتعمل له اكزامينيشن، لا شك ان ده غير ده، يعني لما يبقى عندك المسل سترينث مثلا 3 أو 4 غير اما تبقى المسل سترينث 1 أو 2. تمام. هل الفول ثيكنس تير از نوت بينفول؟ بص، هي الفكره ان العيانين البين جنريتور او المين كوز بتاع البين بتاعهم بيبقى البايسبس تندون، يعني البايسبس از ا فيري سترونج بين جنريتور، والتينوساينوفايتس اللي بتبقى حاصله للعيانين دول لما بتخش حتى في العيانين عندهم ماسيف تيرز تعمل ديبرايدمنت وتعمل بايسبس تينوتومي اغلبيه البين ده بيروح، او العيانين اللي بيبقوا عندهم روتيتور كاف تير ويحصل له سبونتينيوس رابتشر لللونج هيد اوف بايسبس اغلبيه الوجع ده بيروح، لكن بيبقى عندهم وجع نتيجه الارثرايتس ونتيجه البون فريكشن. تمام. الو، ايوه محمد معاك. طيب اي ثينك وخلاص، يعني ما فيش حاجه تانية في الاسئله. ربنا يجازيه خير علينا عمرو. يعني حد كتب سؤال اهو انا قريته، كاف تير مع بريكال بلكسس انجري، وخلوا بالكم من الحته دي يا جماعه، لان انا جالي عيان مبعوت لي من حد بام ار اي في فول ثيكنس روتيتور كاف تير، شاب كان عنده 25 سنه حتى، انا فاكر العيان ده كويس. طبعا المنظر كده، بصيت في الرنين، طبعا ده فول ثيكنس، طب ايه اللي حصل؟ حادثه عربيه، العربيه اتقلبت بيا. طيب خلاص. وبعدين قمت بقى اكزامن العيان، لان هو مبعوت لي وهو جاي، الراجل انا جاي اعمل عمليه خلاص. طب حرك صوابعك كده، لا مفيش، بكشف الكتف كومبليت ويستنج. طب حرك اي صوابع من صوابع ايديك، جاست فليكرز كده تحت. قلت له لا، انت محدش قال لك ان الضفيره العصبيه هنا مقطوعه؟ قال لي لا. طب روح اعمل بقى ام ار اي بريكال بلكسس. طبعا جه بان الكوردز مقطوعه، وهو متشخص من الزميل الاخر على ان هو روتيتور كاف تير، هو فعلا عنده روتيتور كاف تير، بس هو ما فيش بريكال بلكسس اساسا، ده كتف هتخش انت تعمل له روتيتور كاف ريبير، وما فيش موتور يحرك العضلات دي، وتبقى انت للاسف شربت العيان ده بقيت حياتك كلها. لا ده غالبا كمان ممكن يقول لك ان ده جالك من العمليه دي. ما انا بقول لك انت دخل نفسك في ميديكو ليجال بروبلم عنيفه جدا جدا، يعني صح. يعني لو انت ما عملتش اكزامينيشن للعيان بروبرلي، وزي ما قلنا انت حتى العيان اللي جاي لك بروتيتور كاف ارثروباسي وما بصيتش على الدلتويد وما بصيتش على الاكزيلري، خش انت اعمل له كده وهو عنده اكزيلري نيرف انجري، ولا كانك عملت له حاجه، وغالبا انت اللي لطشت نيرف جوه، وغالبا انت اللي اتسببت في البروبلم دي. فالاكزامينيشن مهم، مهم جدا انك تسمع كل كلمه للعيان، تشوف البين انتيريور ولا البين بوستيريور، العيان بيحس ان كتفه بيتحرك او بيتخلع من مكانه ولا لا، الجمله دي مفيده جدا، ومهم جدا انك تدي وقت شويه للعيان بتاعك، مش جاست انك تاخد منه هيستوري او تبص على الام ار اي انت محتاج عمليه. لان انت لو مثلا بقول لك الشاب ده 25 سنه اتقلبت بيه عربيه جاي بروتيتور كاف تير، فيري كومن سيكونس، يعني اللي هو فعلا ممكن يكون كتفه اتعلق وحصل التير، لكن لو ما بصيتش انت على العيان ده وعملت له اكزامينيشن وعملت دوكيومنتيشن
انت هتخش تعمل العيان ده عمليه ويطلع يرفع عليك قضيه تانية يوم الصبح. يعني ربنا يعافي الناس كلها بصراحة. وهو الستبس اللي حضرتك بتشرحها واساتذتنا كلنا ان الاكزامينيشن ده مهم جدا، ده اهم حاجة تحمينا وتحمي العيان وتفيد العيان في نفس الوقت. ميرسي دكتور عمرو، وربنا يخلي حضرتك يعني، ودايما شرحك بيبقى يعني الناس كلها بتستناه بصراحة.